أكيد عندنا أيضا مشاركة من فنانة تشكيلية من القصيم حبت أنها تهدي دولة الكويت رسمات جدا بسيطة من يدها الجميلة. شهلة محمد شابة سعودية من القصيم حاولت أن تعبر عن حب السعوديين للكويت وأهلها، ولكن كانت هذه المرة على طريقتها الخاصة. على الخط معنا الآن على الهاتف شهلاء، حياك الله. الله يحييك ويجزيك. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كل عام وانت بخير. والله الحمد لله وانت بخير وكل عام والشعب الكويتي بخير. اللهم امين. شهلاء انا بنعرف منك المشاعر دائما كلنا ان شاء الله واحده ومحبتنا واحده وترابطنا واحد، بس يوم بديت تمسك الفرشه او بديت تفكر في الفكره، ما حسيت انه ممكن تكون فكرتك مستهلكه، او قلتي لا انت عندك فكره مختلفه وحتقدر تعبر فيها بالشكل المميز او المناسب؟ هذه الفكرة بالنسبة لي شيء جديد بالنسبة لي وما شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي أبد. فرسمت دمجت بين الشيخ صباح جابر صباح بين العلم والشيخ، فطلعت الرسمة هذه نتيجة جبارة جدا. طبعا هذه الرسمة اللي احنا بنشوفها لأمير الكويت الشيخ صباح آل أحمد الجابر آل صباح حفظه الله، ويعني دحين بنشوف طبعا يعني خطوات رسمك لها، وبديت بالعلم أولا. مو بس كذا، يعني نبغى نعرف بعد ما انتهيتي من هذه الرسمه حابه انك تهديها احد، او حابه انك تشاركي فيها في معارض دوليه، او عرضتيها على السوشيال ميديا مثلا شهلة؟ عرضتها على تويتر وعلى انستغرام وعلى سناب. كيف كانت ردود افعال الناس؟ كلهم ايجابيه وجميله وجباره الردود كبيره. تتوقع ايش اللي ميزها شهلة؟ لاني انا لي خط ثاني ارسم بوب ارت، بس اللي هو الخلفية ما في، ما أرسم أبيض فقط، تكون بيضة صحيح. لكن دمجت العلم وهذا فطلعت فكرة جميلة بالنسبة لي وبالنسبة للشعب الكويتي، أحب أهديها للشعب الكويتي وإن شاء الله بشارك فيها بمعارض كبيرة بإذن الله. إن شاء الله وأكيد أتمنى لك كل التوفيق، الرسمة جدا جميلة. كم أخذت منك بس شهلة؟ أربع ساعات. ما شاء الله، فنان يقول لك ما شاء الله. لا لازم عاد شهلة نشوفك عندنا بالاستوديو وتجينا بمشاركات أجمل بكثير، وأيضا لوحات مميزة راح تكون معانا بالاستوديو من أناملك الجميلة شهلة. بإذن الله. عندنا هاشتاج ساعة شباب لدعم مبادرة ساعة شباب لدعم الفنون، يعني نرحب فيك عشان نشوف لوحك إن شاء الله في الأيام الجاية بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك شهلاء أحمد الرسامة، واللي رسمت هذه الرسمة لأمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر آل صباح حفظ الله. شكرا لك، وشكرا لكل واحد بيساهم بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال في هذه الفرحة. حقيقي ممكن تكون فرحتنا يعني الكلام قد يكون سمعناه قبل كده، ولكن فعليا أي عمل بنسويه حتى لو كان بسيط بيعبر عن مدى ترابطنا وتلاحمنا، وأنه مهما كان في ناس مغرضة، مهما كانت في مشاكل، مهما كان في أي أمور يعني وقفتنا ولو شيء بسيط، نظل يعني خلينا نقول شعب واحد بترابطنا بهذه الأعمال. أكيد والله يديم الأمن والأمان علينا والسلام، وأكيد مكملين بأجواء الحب. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.